قلت له شنو وقع لهم؟ قال لك جاي يطلع في النافيت عمل رجله هكذا فتح باب السيد دخ وطح طح هود على الكودرون. هادشي اللي قالوا لي الدراري كاملين ديالهم. شنو قالوا؟ قالوا لا نافيت كانت ماشا كانوا الدراري فيها ومشدوده وبيبان ديالها مصدين كاملين ومشدوده غير بقنبه من اللوري شي فور كسيره. وحمد فتحت الباب ديال 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 اللوري وحمد طاح هذه ديالو كامله مدخله مجوغه في بعضيها نهدته كامله مجروحه صراو مقطع حوايجو مقطعين كلشي ما عندك ما تشوف فيه. لاسيرونس كتقولنا انا ما عندي حتى شي دخله دخاي رضاونا فيه ان شاء الله يرحمه ويستر عليه الحق ديال ولادو ما يضيعوش. عنده العينه عندها شهرين يلا خلقت العينه عنده 3 سنين علاش علاش يضيعها ماشي حرام عليهم. السلام عليكم انا يسرى بداوي الحريشي اختو ديال احمد بداوي الحريشي اللي خدم في شركه الرونو اللي هو خدم خدم دخل في واحد شركه سو تريتونس مع جروب ماروك فورس امبلوا هما اللي دخلوا كي دخل عليه دخل عليه يدوم شركه ديال رونو خدمت تما كي باركي الطوموبيلات. عيطوا لي نهار ديال الخميس مع 8:24 بالضبط عيط لي واحد السيد قال لي راه التليفون ديال خاك و بيرمي ديالو جبرناه مطيح هود عطيني النمرة ديال شي واحد فيهم يجيبول يجي موراه. في دوزت له الراجل ديالي قال له تما راه قال له عطيني النمرة عطيني باه قال له باه مات قال له احمد تا هو الله يرحمه. فاش هودنا الطبيب جبرنا السيد جبرناه ميت دخل هو وقعت له هذا لاكسيدون وقعت له مع 6 ديال العشية وبقاو تما ما عيطوا لا جدرمية لا حتى شي حاجة هبطوه لواحد البيت واحد الفيرملي تما عندهم بقى معاه كيشوف شنو يعمل معاه ملي حتى ما جبر ما يعمل حتى شي حاجة عادك هبطوه لكلينيك دخل الكلينيك مع 47 بالضبط. الدكتور الإدريسي عمر الإدريسي عطينا الرابور أنه دخل مع 47 ومات 10 دقائق يلا دخلوا يعملوا له سكانر كان مات ديك الساعة. سقسيت أنا هذا لي سوبرفيزور ديالو تما قالوا أنهم عيطوا للجدارم وجاو الجدارم وشافوا ديك الشيء اللي كاين تما كامل وشافوا لانافيت اللي وقع فيها داك الشيء وما قالوناش لانافيت. قلت لهم شنو وقع لهم؟ قال لك جاي طلع في لانافيت عمل رجله هكذا فتح باب السيد دخ وطح طح هود على الكودرون. هادشي اللي قالوا لي ملي خرجوا خاي كان جبر خاي كامل مجرود من هنايا كيفاش السيد فتح الباب وطح هكذا ومجرود من وجهه كامل باللحيه ديالو من هنايا كامل مجرود بقاو هذا كيدخل في هذا لا طيحة قدرة الله السيد سخف ما عرفناش هو سخف ولا دخل ولا المهم كل ما كل واحد شنو كيقول لي. قلت له ما جدرمية جا وقال لك جدرمية جا وعنده من الرابور ديالو بوليس قالوا حتى بوليس جاو وعملوا المعاينة ديالهم وعنده من الرابور ملي اصافي خرجوه بقاو كيقولوا لنا فوقاش تعطينا الوراق باش نعطيكم دغيان ها لومبيلونس واجدات وما عاد تخلصوا حتى شي حاجه كلينيك السلام ما فيه والو دغيان باش تخرجوا باش دفنوا عطيونا غير الوراق. دابو ساعه كيقولوا لنا عطيونا عقد زياد العقد زياد ديال ولادو لاكارت ناسيونال ديالو ديال مراتو والعقد ديال الزواج ديالو ديال مراتو باش يخرجوا حنا غادي نتكلفوا نتوما ما عاد تكلفوا حتى شي حاجه. طلعوا السيد لاموك لا غدا هودنا لاموك باش نهضروا معاهم باش نشوفوا واش حنا ما كنا عارفين حتى شي حاجه باش نخرجوا. سولتنا السيده قالت لنا واش متعاديه ولا لا قلت لها لا اكسيدون دو طرافاي قالت لنا ما يمكنناش نعطيو لكم خصكم تمشيو تجيبوا الرابور ديال الجدرميه وتهودوا للمحكمه ابتدائيه استنافيه ويعطيكم واحد لونفلوب يعمل الطبيب يعملوا تشريح عادك نقدروا حنا نعطيكم السيد. ملي طلعنا نجدر مجدر ما فخبرهمش اصلا انا وقع اكسيدون تما ما عرفت حتى شي حاجه قالوا لنا كيفاش وقعت هاد الاكسيدون هنايا والناس ما خبرنا والو كيفاش هزوه اصلا من تما داوه بلا ما يقولوها لنا وحركوا لانافيت اللي وقع فيها المشكل حركوه ومشاو. هودنا البوليس تا هما ما عندهم حتى شي حاجه بوليس شنو عندهم شنو المعاينه اللي عملوا انهم جيست دخلوا لوبيتال جبروا السيد دخل ومات صافي فين ولا كيفاش وقع له حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه ما عارفين والو ما عندهم حتى شي حاجه عليها. فاش طلعت السيده ديالنا عملت مرات عملت محضر عملت عاد طلع معها واحد لجوده وعملت المحضر معاهم طلعوا كيعيطوا لهم عيطوا الدراري كاملين ديالهم. شنو قالوا؟ قالوا لا نافيت كانت ماشا كانوا الدراري فيها ومشدوده بيبان ديالها مصدين كاملين ومشدوده غير بقنبه من اللوري وهز اكثر من هذا ديال اكثر من اللي خصها تهز نورمالمون. وحمد كان هو الاخراني هذا كسيره شي فور كسيره وحمد فتحت الباب ديال اللوري وحمد طاح حمد الطيحه اللي طاح اللي كيقول لنا هو طاح هكذا وهود على هذه ديالو كامله مدخله مجوغه في بعضيتها مع هذه بحال ما عندوش هذا الراس هذا نهائيا. داتو نمشينا لا موركو فتحناه داتو كامله مجروحه صراو مقطع حوايجو مقطعين كلشي ما عندك ما تشوف فيه. هما كيقولوا لنا لا السيد غير فتح باب وطاح شنو غادي نعملوا مع هاد الناس ما نعرف. لاسيرونس كتقول لنا انا ما عندي حتى شي دخله انا اللي عليا اللي كنهضروا معاك يقول لك اللي عليا انا خدام في المدينه انا خدام في هادي المهم هما ما عملوا حتى شي حاجه ما هضروا مع جدرميه ما هضروا مع حتى شي حاجه بغاو يدمسوا قضيه زعما غير بيناتهم
نعطيكم زعما واحد شويه وخرج بحالك وسلك صافي صافي. فاش طلع جدر ميا عمل الرابور ديالو كامل، سول الناس اللي معاه تما وشافوا لا نابيت وصوروها عندك الا بغيتوا، الا بغيتوا تشوفوا المحضر تشوفوه لا نابيت مصوره كيفاش عامله، ولا بغيتوا تهضروا مع الناس تما ديال الخدمه اللي كانوا معاه. ديجا اصلا حطوا هاد الدراري حتى هما في فيسبوك، وانا درت مع واحد السيد كان خدام معاه حتى هو، هو اللي عاود لي هادشي قبل ما يقولوها لنا هما الدراري تما. قالنا قال لي شنو وقع شنو وقع، ما كاينش داك انه فتح باب وطاح بوحديتو. وكيفاش هاد الناس خدامين هازين، لا نابيت كتهز 8 ديال الناس وهز كتهز فيها 6 وهزين فيها 8، كيفاش هاد الناس شوف فين ماشيين وعارفين الخطر وعاليه وما ما عاملين حتى شي حاجه ديال السيكوريتي اللي غادي يوقفوا على الناس، ما لبسين لهم حتى شي حاجه. ما فهمتش اخي انا هادشي والله ما فهمت. عملنا كل شيء، عملنا الاجراءات ديالنا كامله، مشينا عملنا المحضر ديالنا في لي جوندار، مهودو هودنا للمحكمه، عملنا الطبيب ديال الشرعي هو عندنا الرابور عطاه للمحكمه، عطانا الشواهد ديالنا صافي. جبنا السيد غادي ندفنوه دابا وغادي نتبعوه هما قضائيا، عملنا جوج محامين الحمد لله وحنا تابعينهم تنشوفوا فين غادي توصل هذا الشيء. بغيت غير الحق دخاي، ما بغيت حتى شي حاجه خاي، رضاونا فيه ان شاء الله يرحمه ويوسع عليه الحق ديال ولادو ما يضيعوش. عنده العائله عندها شهرين يلا خلقت، العائله عنده 3 سنين، علاش علاش يضيعوا؟ ماشي حرام عليهم؟ علاش علاش كيبغيو يتعداو على الناس حيت حنا ما عندناش؟ حرام عليهم اولا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.